راديو دابنغا يقدم ملفات سودانية. مستمعي راديو دابنغا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نخصص هذه الحلقة للحديث عن الراهن السياسي السوداني في محورين: محور التحركات الدبلوماسية الخارجية لحل الأزمة السودانية، ومحور التحركات السياسية الداخلية لتوحيد قوى المدنية وإيقاف الحرب. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة السيد محمد عبد الحكم، القيادي بالتجمع الاتحادي. سيد محمد عبد الحكم، أهلا ومرحبا بك في راديو دابنغا، وكل سنة وانت طيب. أهلا ومرحبا بك أستاذ رشيد، ومرحبا بكل متابعي راديو دابنغا، وللشعب السوداني التحية والإجلال، وهو الآن يفتتح عام جديد نعمل في أن يحمي الخير الكثير لهذا الشعب المظلوم، وينهي حربا عبثية أرهقته كثيرا وشردته ورمته ما بين المراكز اللجوء والنزوح. نأمل في أن يكون هذا العام عام خير لهذا الشعب العظيم الذي يستحق فعلا السلام، ويستحق دولة الحرية والعدالة والسلام. طيب سيد محمد عبد الحكم، يمكن أكثر ما لفت الأنظار خلال 24 ساعة الماضية هي دعوة الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي لقمة جديدة لدول الإيجاد لمناقشة القضية السودانية، وأيضا لمناقشة العلاقات بين الصومال وأثيوبيا والتوتر بينهم، ولكن ما يهمنا هو المحور السوداني. لماذا هذه القمة؟ وكان من المفروض أن تكون هناك لقاء بين حميدتي والبرهان ينظم في جيبوتي تحت إشراف الإيقاد. في حقيقة الأمر وفي تقديري أن ملف السودان الآن يحظى بدعم إفريقي كبير للغاية من أجل إيقاف حرب 15 أبريل واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي. القمة المزمع عقدها الخميس المقبل في يوغندا، أعتقد بأن الأولوية لأجندة هذه القمة هو البحث ملف الخلاف ما بين الصومال وأثيوبيا، لأنه هذا النزاع إن اندلع في القرن الأفريقي فسيؤثر بشكل كبير على كل دول العالم، باعتبار أن هذه المنطقة والحرب ربما إن دارت، ونأمل في أن لا تدور رحاها، ونأمل في أن يتم التوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تقي القرن الأفريقي شرور النزاعات. ستكون الأولوية في تصوري لهذه القضية، ولكن ملف السودان استصحب أيضا في هذه القمة من أجل الدفع مسار التفاوض، وأعتقد بأنه سيشكل دفعة جديدة للقمة المرتقبة للقاء القائدين، قائد عام القوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقل حميدتي. أعتقد بأن هذا الجنب وضع من أجل أن يدفع التفاوض قدما، لكن الأولوية لن تكون لملف السودان، باعتبار أن القضية الساخنة الآن والتي تعني العالم بشكل أكبر هو الصراع على منطقة القرن الأفريقي، لأنه الضرر فيها سيكون أوسع وأكبر، وللأسف الشديد هذه القضية ستضعضع الوضع الإقليمي بالنسبة لملف السودان، سيكون جندا ثانيا للقمم الأفريقية وللتباحث والتشاور الأفريقي. أعتقد بأنها ستشكل دفعة، بالرغم من أنه الجند لن يكون صاحب الأولوية، لكن سيشكل دفعة للقمة المرتقبة في جيبوتي ما بين القائدين من أجل إيجاد تفاهمات لوقف إطلاق النار في السودان. طيب سيد محمد عبد الحكم، لكن الإيجاد قبل يومين قالت إن عندها مصاعب في تحديد موعد جديد للقاء القائدين اللي كان مفترض يكون في نهاية ديسمبر وتقرر أن يكون في بداية يناير، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد الموعد. وكما تعلم أستاذنا رشيد، هنالك كثير من المصاعب والعقبات التي تعترض لقاء الرجلين، يعني هنالك دوافع ذاتية ودوافع داخلية لدى كل طرف من الأطراف. لو لاحظت أن الأطراف الداعمة للجيش السوداني الآن تسعى بكل ما تملك من أجل عرقلة التوصل لاتفاقات، ومن أجل مواصلة الحرب حتى النصر وفق ما يتصورون،
وهو امر نحن نرى حسب المشهد الحالي على المستوى العسكري هو امر صعب للغايه، وامر سيطيل امد الحرب وسيطيل امد معاناه السودانيين. هذه المصاعب بالضروره القت بظلال على ترتيبات عقد اللقاء ما بين الرجلين، لكن نامل في ان يتوفر لدى الرجلين تتوفر الإرادة السياسية والإرادة اللازمة لعقد هذا اللقاء وتجاوز هذه المطبات والمصاعب التي بالضرورة هي مصنوعة بشكل رئيسي من فلول النظام البائد الراغبين في العودة إلى الحكم على جماجم السودانيين وحطام البلاد. نعتقد بأن هذه العقبات بالضرورة ستزول، لأن كثير من القوى المدنية الآن والقادة الأفارقة يعملون على تسجيل صعاب لقاء الرجلين في جيبوتي. طيب، لكن يعني الموقف القائد الجيش أو قيادة الجيش موقف متردد أو متذبذب، رفضوا في بداية الأمر مبادرة الاتحاد الأفريقي والإيجاد وقرروا الذهاب إلى جدة، عاد قائد الجيش للقبول بمبادرة الإيجاد وشارك في القمة المخصصة للسودان ووافق على عقد اللقاء مع حميدتي. بمجرد ذهابه الخارجية أصدرت بيان رفضت، قبل يومين أصدرت الخارجية بيان وضعت شروط حتى يلتقي القائدين. هل تعتقد أن هناك إرادة من جانب الجيش، قبل أن نتحدث عن الدعم السريع لاحقا، لهذه المفاوضات؟ حسب الاتصالات التي جرت ما بين قيادات التقدم وقوى الحرية والتغيير مع قيادات الجيش السوداني، تلمسنا أمل في لقاء الرجلين والمضي قدما في سبيل التفاوض لإنهاء الأزمة. لكن التعقيدات التي تعترض هذا الأمر هي متعلقة بالعناصر النظام البائد الذين الآن احتلوا كل مواقع الدولة، بالرغم من عدم وجود دولة الآن في السودان، ولكن حكومة الأمر الواقع الآن يسيطر عليها التنظيم الإرهابي، تنظيم الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني، وهو يسعى بكل ما يملك من جهد لمواصلة الحرب وإيقاف أي جهود ممكنة لوقف هذا الحرب. قيادة الجيش الآن لديها معرقلات ومعطلات متعلقة بالموجودين في هياكل حكومة الأمر الواقع. هنالك ضغوطات كبيرة وصلت إلى حد يعني غير مسبوق من قبل، أن بعض الناشطين وبعض الصحفيين المحسوبين على التنظيم الإرهابي يهددون القائد العام للقوات المسلحة بالاغتيال، يهددونه بربطه بالحبال، باعتقاله. فهنالك تعقيدات كبيرة يعاني منها الرجل الآن في بور السودان. هذه التعقيدات تفرض عليه أن 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 يتعامل بهكذا الطرق. أعتقد بأنه يجب أن يتحلى بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية وركل ليركل فلول النظام البائد ويتقدم نحو ما يتمناه وما يشتهيه كل الشعب السوداني في التفاوض وإيجاد حلول حقيقية لحل الأزمة الإنسانية وحل الأزمة بشكل كامل ووقف تداعياتها المستمرة الآن التي يعاني منها الشعب السوداني الذي الآن يموت بالعشرات جوعا ويموت بالآلاف لنقص الإمدادات الطبية والصحية. هذا الوضع يفرض على القائد العام للقوات المسلحة أن يتخلص من الاصطفاف مع فلول النظام البائد وأن يعلي الشأن الوطني وليذهب قدما في المسار التفاوضي لإنهاء هذه الحرب. تكبيل فلول النظام البائد لقيادة الجيش هو معلوم الآن، لأن هنالك تهديدات حتى يعني ليست مخفاة، مبثوثة في الأسافير، بأننا سنغتالك، بأننا سنغيرك، بأننا سنملاك حبل. يعني وصلت لدرجة أن صحفية تتبع للتنظيم الإرهابي طالبت ضباط من الجيش بأن يربطوا القائد العام للقوات المسلحة ويعتقلوه. هذه مخاطر حقيقية يعاني منها الرجل، تجعل اتخاذه موقف حاسم من الصعوبة بالمكان. لذلك فهو يراوغ ما بين هذا وذاك حتى يصل إلى المبتغى الذي يطمع فيه الشعب السوداني، هو أن يتحلى هذا القائد العام
بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية، ويتقدم للتفاوض مع قادة الدعم السريع من أجل إنهاء هذه الحرب التي وصفها هو نفسه بالعبثية. إن كانت حربا عبثية فلماذا لا تسعى لإيقافها بكل السبل، وتترك فلول النظام البائد يتحكمون عبر حكومة الأمر الواقع في شؤون السودانيين وفي تحديد مصائرهم؟ هذا الأمر لا بد أن يعيه القائد العام للقوات المسلحة بأن الأولوية للوطن وليست للمجموعات التي تصطف حولك الآن من أجل زيادة الحريق في السودان. طيب سيد محمد عبد الحكم، يمكن بالمقابل يعني إصرار الدعم السريع على توسيع نطاق الحرب، حتى يوم أمس وصلوا إلى الفاو وقبلها بيوم الدلنج، كل يوم يصر الدعم السريع ويوسع نطاق الحرب، ألا يعني ذلك أنه أيضا من طرفه غير راغب في السلام؟ نعم، هذه حقيقة ماثلة. ما يقوم به الدعم السريع على الأرض يخالف تماما الخطابات التي يتلوها على مسامعنا قائد الدعم السريع بأنهم هم حريصين على الاستقرار، على السلام، على وقف الحرب، وهم في الواقع يتمددون عسكريا في كل المناطق. ليس هذا فحسب أستاذ رشيد، هنالك كوارث الآن تحيط بالسودانيين جراء أفاعيل الدعم السريع، وهذه الأفاعيل يعني عندما تستهدف المواطنين وتذهب إلى القرى مثلا في ولاية الجزيرة وتنهب ممتلكات المواطنين وتنهب ما شقوا سنوات من أجل إيجاده، تنهب بقوة السلاح بالرغم من أنه هؤلاء ليسوا أعداء لك، هؤلاء لا علاقة لهم بالجيش السوداني، لا علاقة لهم بفلول النظام البائد، هؤلاء مواطنين كسبوا رزقهم من جراء الجهد المضني في العمل. أن تستهدف هؤلاء فهذا بالضرورة سيؤثر بشكل كبير على الأطروحة التي تتلوها على مسامعنا بشكل مستمر بأنك تريد أن تحارب الفلول وبأنك تريد أن تعيد للبلاد السلام والأمن والاستقرار والحكم المدني. هذا لا يتسق، ما يحدث على الأرض لا يتسق مع الأطروحة التي يتلوها قائد الدعم السريع ومستشاريه على الدوام في الميديا وفي الوسائط المتعددة. يجب على الدعم السريع إيقاف التمدد ميدانيا وإيقاف التفلتات والمتفلتين الذين آلوا الشعب السوداني أيما أذية وانتهكوا أعراضه وانتهكوا حرماته وسرقوا ممتلكاته. هذا الأمر يؤكد بأن هنالك أطروحتان، واحدة على المستوى العملي وواحدة على المستوى القول. يجب أن تتماثل الأطروحتان إن كنت تريد أن تعيد للسودان الاستقرار والسلام والحكم المدني. يجب أن توقف المتفلتين الذين ينهبون ويسرقون القرى والمدن ويسرقون ممتلكات الناس وينتهكون أعراضهم. أو إن كنت تريد أن تنتهك الأعراض وتغذي الحرب الأهلية، إذا لا تخاطبنا بخطاب السلام والديمقراطية. فهذه هاتان الأطروحتان متضادتان، يجب على قيادة الدعم السريع أن تطابق أطروحتها السياسية مع الواقع الميداني وطريقة التعامل مع المدنيين داخل المدن والقرى السودانية. لكن سيد محمد عبد الحكم، يمكن الجولة الغامبية قائد الدعم السريع مؤخرا في عدد من الدول الأفريقية والحفاوة التي استقبل بها يعني أدت دفعة للاستمرار في الحرب على العكس مما كان متوقع، يعني وسع نطاق الحرب ويعمل على كسب أراضي جديدة كل يوم، وهو ما يرفض الجيش في كل مرة. هو لو نظرنا إلى المشهد بشكل كامل والصورة كاملة، هنالك أصوات داخل الجيش تدعو الدعم السريع إلى التمدد ميدانيا وعسكريا بالشعارات المطروحة، بل بس وباقي أسبوع وباقي 6 ساعات والقوات العمل الخاص فعلت وفعلت. هذه أمور تستفز الدعم السريع على المستوى العسكري فيسارع إلى التمدد. الأصوات هذه يجب أن تصمت. أما ما على المستوى الدبلوماسي فخروج قائد الدعم السريع ولقائه بالرؤساء الأفارقة بعدد من الرؤساء الأفارقة الذين استقبلوه بحفاوة يجب أن ينعكس على الواقع الميداني والواقع السياسي. بمعنى تم استقبالك كقائد لقوة متحاربة
تمت مساواته مع القوات المسلحة السودانية وفقا لطريقة الاستقبال من قبل هؤلاء القادة. يجب أن تتحلى بالمسؤولية لإيقاف الحرب فعلا وإيقاف التمدد قواتك داخل البلاد وإيقاف التفلتات ضد المواطنين وضد المدنيين العزل. هذا الأمر يجب أن يعمل الدعم السريع على الإسراع في مطابقة ما يتحدث به بما يفعله على الأرض الواقع. تمدد الدعم السريع هو خطر للغاية، تمدده على المستوى العسكري خطر للغاية ومهدد أيضا لتصورات القوى المدنية لتحقيق السلام، وأيضا يضيف مزيد من المعاناة لملايين السودانيين النازحين والنازحين في المدن والولايات الآمنة، سيضاعف من محنتهم هذا التمدد. يجب إيقاف هذا التمدد ومن ثم تمدرس كل قوات في مناطقها والتوصل ما بين قيادات الطرفين المتنازعين إلى وقف دائم لإطلاق النار، ومن ثم تتبع عملية سياسية من أجل إعادة هيكلة القوات المسلحة السودانية وبناء جيش قومي مهني موحد، ومن ثم تسليم السلطة إلى حكومة مدنية تكون معنية في الأساس للإعداد للانتخابات في مرحلة مقبلة حتى يحكم الشعب من يصوت له الشعب ومن يريده الشعب. طيب أستاذ عبد الحكم، عشان نكفل الملف الدبلوماسي ده، أنا عندي سؤال أخير. يعني الأزمة في غزة والأزمة الحرب في غزة، الحرب التي شنها إسرائيل على حركة حماس وعلى قطاع غزة، وما يحدث الآن في مضيق باب المندب والضربات الجوية والتصعيد العسكري الذي حدث في الأيام الأخيرة بين القوى الغربية واليمن، ألا يمكن أن يجعل العالم يلقي بالملف السوداني ويلتفت إلى ملفات أكثر أهمية بالنسبة له في المرحلة الجاية؟ هذا ما حذرنا منه بشكل متكرر، لأنه ملف السودان كان هو صاحب الأولوية في منضدة المجتمع الدولي، بدأ يتضعضع ويأتي في ترتيب منخفض من حيث ترتيب الأجندات الدولية. مع حرب غزة أنت تعلم بأننا حتى في خارطة الأخبار خرجنا بشكل كامل من خارطة الأخبار وأجندات الأخبار في القنوات العالمية الكبرى. الآن مع التصعيد الموجود في القرن الأفريقي، الموجود في خليج عدن، مع حرب غزة، قبلها الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكد بأن الملف السوداني سيتراجع ويتقهقر إلى الخلف، وربما سيكون العالم بمنأى عن الملف السوداني، وهذا يحتاج منا أن نسرع في حفز المجتمع الدولي على إنهاء هذه الحرب قبل أن يعود الملف السوداني إلى مؤخرة الأجندات الدولية، بما يعني بأن الحرب سيمتد مع غياب الإرادة والمسؤولية لدى الأطراف المتنازعة. هذا الأمر يحتم علينا أن نعمل بجهد كبير وبسرعة كبيرة لإنهاء هذه الأزمة قبل أن يهمل الملف السوداني بشكل كامل ونترك نهبا للطموحات والآراء الشخصية لقائدين متقاتلين في البلاد. طيب أستاذ عبد الحكم، محمد عبد الحكم، يعني يمكن داير أمشي للمحور الثاني، محور التحركات السياسية، وفي ده ببدأ بسؤال مباشر. هل يعتبر اتفاق أديس أبابا كما وصفه البعض تحالف ما بين تقدم وقوات الدعم السريع، تحالف سياسي بمعنى تحالف السياسي؟ طبعا لا علاقة لتوقيع الاتفاق بالتحالف. التنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم توفرت لها المعينات سياسية من قوى مدنية سياسية ونقابية ومهنية، شكلت مع بعضها تصور سياسي. هذا التصور السياسي تم طرحه للشعب السوداني، وبالضرورة تم طرحه على طرفي النزاع، وتم طلب مقابلة لقادة طرفي النزاع. لبى الدعم السريع هذه الدعوة، ووجدنا أيضا ضوء أخضر من قيادة القوات المسلحة السودانية بلقاء مرتقب ما بين تقدم
القائد العام للقوات المسلحة السودانية، ولكن هنالك بطء في الاستجابة لهذه الدعوة. لا مؤكد بأن ذات العراقيل التي ذكرناها سابقا بالمجموعة المصطفى خلف القائد العام ستعطل من لقاء القائد العام مع قيادة تقدم. هذه الفرية تم إطلاقها منذ ما قبل اندلاع الحرب، وبكثافة تم التركيز عليها من قبل إعلام الفلول الذي كان قد أعد نفسه منذ إطلاق الشرارة الأولى للحرب لدمق قوى الحرية والتغيير ما قبل تقدم بالتحالف مع الدعم السريع، وإنها ذراع للدعم السريع. وهذه فرية الجميع يعلم بأن لا صحة لهذا الحديث. بالعكس، نحن لسنا وسطاء كيما يعني نتحالف مع هذا أو ذاك أو نكون أقرب إلى هذا أو ذاك. نحن منخرطين بشكل رئيسي في محاولة إنهاء هذه الحرب واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي، وفي هذا بالضرورة يجب أن نقابل طرف النزاع. التقينا بالدعم السريع والآن ساعين وننتظر تلبية القوات المسلحة لدعوتنا للقاء. الدرافت الذي تم توقيعه الإعلان أديس أبابا هو أيضا سيوضع أمام منضدة القوات المسلحة السودانية كيما يكون الاستناد أساسي للنقاشات ما بين القوى المدنية والقوات المسلحة السودانية. من حقهم التعديل ومن حقهم النقاش والتفاهم حول عدد من النقاط، لكن هذا الإعلان يشكل أساس للنقاش ما بين القوى المدنية وما بين الأطراف المتقاتلة. الدعم السريع توصل معنا على هذا الإعلان، أضاف وحذف وغيره، بمقدور الجيش أيضا وبإمكان القوات المسلحة أن تضع هذا الاتفاق أمام منضدتها وتقابل القوى المدنية الديمقراطية لتعدل وتحذف ما تريد وفقا للتفاهمات، كيما نصل إلى أرضية مشتركة تجمع ما بين الطرفين المتقاتلين بمسودة اتفاق ملزم للأطراف من أجل إنهاء الحرب والوقف الدائم لإطلاق النيران وعودة المواطنين إلى منازلهم وعودة الحياة إلى طبيعتها في السودان. طيب سيد محمد عبد الحكم، يمكن في انتقاد رئيسي وجه لاتفاق أديس أبابا أنه يحوي بنود سياسية، وهذا يعني إعطاء دور سياسي لقوات الدعم السريع وللجيش في المرحلة القادمة. بواقع الأمر الدعم السريع والجيش منخرط الآن في العمل السياسي. وجود بنود سياسية في الاتفاق هو فرض واقع انخراط هذه الجماعات، هذه المجموعتان المتقاتلتان في العمل السياسي. لكن المؤكد بأنه هذا الإعلان هو تمهيد لإيقاف الحرب أولا، ومن ثم العمل على إعادة هيكلة القوات المسلحة السودانية ونأي المؤسسة العسكرية عن الحكم ممارسة الأنشطة السياسية والاقتصادية. الهدف الرئيسي ما يزال وفقا لما اخططه ثوار ديسمبر المجيدة بأنه يجب أن يذهب العسكر إلى السكنات، ويجب أن يستعيد المدنيون الحكم بشكل كامل ويؤسسوا لسلطة جديدة، سلطة تأتمر بأمر القانون وبأمر التشريع وبأمر الدستور، ومن ثم تذهب إلى السلطة منتخبة من قبل الجماهير السوداني والشعب السوداني والناخب السوداني كيما يختار من يشاء. الموضوع الرئيسي هذا لن نتخلى عنه على الإطلاق، بأن يكون هنالك جيش مهني قومي واحد بعيد عن ممارسة الأنشطة السياسية والاقتصادية. طيب يا سيد محمد عبد الحكم، وجه رئيس التنسيقية الدكتور عبد الله حمدوك رسالة إلى الحزب الشيوعي وحزب البحث والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور من أجل عقد لقاءات للتشاور والتفاكر حول مستقبل السودان ومستقبل توحيد القوى المدنية. الواضح أن هناك من 3 قوى جاءت ردود إيجابية، فقط الحزب الشيوعي ما زال يرفض مبدأ اللقاء مع القوى الأخرى مجتمعة. كيف ترون هذا التطور في المشهد؟ هو يمثل اختراق كبير جدا لتوحيد القوى المدنية الديمقراطية الرافضة للحرب والمنادية باستعادة التحول المدني وتحقيق السلام في البلاد. اختراق سياسي
كبير للغاية. نأمل في أن يتم تتواصل التشاورات وتتواصل الاتصالات ما بيننا في تقدم وما بين هذه الأحزاب والحركات من أجل الوصول الفعلي لوحدة لجبهة مدنية موحدة بالكامل تجمع كل المدنيين الديمقراطيين، لا تستثني سوى الحركة الإسلامية التنظيم الإرهابي وواجهاته ولافتاته. هذه الردود الإيجابية تعطي مؤشر بأن بالإمكان أن يحدث أفضل مما كان في أديس أبابا، بالإمكان أن تتوحد الجبهة المدنية بكلياتها خلف راية إيقاف الحرب واستعادة التحول المدني الديمقراطي. ونأمل في أن تثمر التشاورات التي تجري في داخل الحزب الشيوعي عن التواصل مع تقدم والتوصل مع إلى تفاهمات، إن لم يكن بالانخراط داخل الكتلة المدنية فبالتنسيق على حد أدنى من أجل إيقاف الحرب واستعادة التحول المدني الديمقراطي. هذا الاختراق هو اختراق مدني كبير للغاية، نأمل في أن تكون ثماره التوحد كامل للجبهة المدنية الديمقراطية في السودان. طيب سؤال أخير سيد محمد عبد الحكم، ونحن نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية. هناك حديث عن مؤتمر تأسيسي لتقدم وورش متخصصة للتحضير لهذا المؤتمر، هل هناك معلومات يمكن أن تعطينا إياها عن هذه الورش وعن موعد المؤتمر الذي كان محدد له نهاية فبراير ولكن من الواضح أنه لن يتم في ذلك التاريخ؟ نعم، الآن داخل أضابير تقدم هنالك عمل كبير يجري في أديس أبابا من اللجان التحضيرية للإعداد لورش متخصصة حول القضايا الشائكة التي كانت هي بمثابة العائق للانتقال. هنالك ورشة، أعتقد بأن الورش هذه ستنطلق بداية من 21 أو في عشرينات هذا الشهر الحالي ستنطلق الورش، وأعتقد بأنه في خلال شهر ونص سيتم إكمال الورش ما بين شهر إلى شهر ونص، وهذا بالضرورة يعني أن عمليا المؤتمر التأسيسي سيتم إرجاعه إلى بداية مارس أو منتصف مارس من أجل إكمال الورش. لو أنت تعلم صعوبة ترحيل المستهدفين بالمشاركة في الورش مع التفاقم الأوضاع ميدانيا في السودان وتوسع رقعة الحرب، هذا فرض على التقدم بعض البطء في عقد الورش ومن ثم عقد المؤتمر التأسيسي لصعوبة ترحيل المستهدفين بالمشاركة في الوقت الراهن. نأمل في أن يتم أن تتم معالجة حقيقية لهذه الأزمة المستفحلة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ومع المنظمات الدولية من أجل تيسير وتسهيل ترحيل المشاركين في هذه الورش من مناطقهم، من قراهم النائية، من مناطق النزاع إلى أديس أبابا، ومن ثم تسهيل العودة بعد إنجاز المؤتمر التأسيسي لتقدم. الأمور الآن في تصورنا تمضي بشكل إيجابي للغاية. الحراك الآن في أديس أبابا حراك واسع، وهنالك شباب وشابات يعملون ليل نهار من أجل الإطلاق شرارة الورش وإطلاق العمل التحضيري لهذا المؤتمر التأسيسي المزمع عقده قريبا، ونأمل في أن يكون حقيقة ممثل لكل الجبهة المدنية الديمقراطية الرافضة للحرب والمطالبة باستعادة التحول المدني الديمقراطي وتحقيق السلام في السودان، بما في ذلك المجموعات التي لم تنضم حتى الآن إلى تقدم، حتى ولو توصلنا معا إلى خطوط تنسيقية على حد أدنى، هذا سيعني بالضرورة اقتراب مدني كبير من أجل تحقيق الوحدة المدنية ومن أجل الضغط وتكثيفه على الأطراف المتقاتلة من أجل إنهاء الحرب واستعادة التحول المدني الديمقراطي. سيد محمد عبد الحكم، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية. شكرا جزيلا أستاذنا. مستمعينا لكم.